نرحب بكابتن كريم بامبو لاعب نادي الزمالك المعار حديثا الى نادي البنك الاهلي. يا كريم ازيك يا حبيبي؟ كابتن ازي حضرتك يا كابتن؟ وحشنا يا كريم، اخبارك ايه؟ والله كابتن الحمد لله زي الفل. طمني عليك. الحمد لله كله زي الفل والله يا كابتن، ربنا يخليك. راضي عن الخطوه؟ اه الحمد لله، راضي بنسبه كبيره الحمد لله. ان شاء الله خطوه جديده وربنا يكرم فيها يعني ان شاء الله. كنت متردد شويه في موضوع البنك الاهلي يا كريم؟ لا والله يا كابتن، هي الفكره ان انا جاي لي العرض من بدري، فانا قبل اي كذا فريق، فانا قبل اي عرض بستشير والدي وبستشير وكيلي، وبعد كده بصلي صلاه استخاره، فربنا بيقربه لي بروح يعني. وكان كابتن محمد يوسف مكلمني، فكنت اتمرن. محمد يوسف كان دربك في النادي الاهلي مش كده؟ الاهلي نعم. لعبت معاه في النادي الاهلي، فعشان كده كان اكتر واحد يعني حسيت انه هيرجعنا اكتر يعني. بس وان شاء الله اكون موفق يعني. كريم، يعني احمد ياسر ريان راح سيراميكا وكان معايا امبارح، لعب الماتش اللي بعديها على طول وسجل، وبعد رجع يسجل تاني وشعر انه ما شاء الله اعاد اكتشاف نفسه. حاسس انك ممكن تعيد اكتشاف نفسك في نادي البنك الاهلي، خاصه ان سيراميكا والبنك الاهلي عاملين شغل كويس من ساعه ما صعدوا للدوري الممتاز؟ والله كابتن انا يعني هو تحدي بالنسبه لي، تحدي ان انا تحدي بيني وبين نفسي، ان شاء الله اعمل اللي عليا وان شاء الله اكون يعني احاول اجيب اجوان، اكسب فرقتي، ارجع تاني مستواي من الاول، بحيث ان لما ارجع تاني الزمالك لو في نصيب لارجع تاني ابقى راجع على واقف على رجلي. بس يعني وان شاء الله خطوه جديده يعني. كريم بامبو اهلي، اسماعيلي، زمالك، كل محطه اوصفها لي. لا والله انا شرفت ان لعبت ثلاث انديه دول يعني. نعم. ده شرف ليا، شرف لي ان انا لعبت في اهلي وزمالك واسماعيلي، والحمد لله الثلاث انديه عمري ما عملت مشكله، وعمري ما لا مالكش مشاكل، ما حصلش اي حاجه وحشه مني بالنسبه للجماهير. نعم. يعني مثلا في لعيب بيكون في الاهلي بيروح الزمالك مثلا جماهير الاهلي بتتضايق منه، لعيب بيروح الزمالك بيروح الاسماعيلي الجماهير بتتضايق منه، ولكن لا الحمد لله يعني شايف ان في ان انا كويس بالنسبه لحوار الجماهير، وان نعم. انا في الانديه عملت حاجه كويسه وان شاء الله اتمنى تكمل يعني. طيب لو يعني الدنيا مشيت معاك في البنك الاهلي وربنا وفقك وما لقيتش ليك مكان في نادي الزمالك مثلا، يعني هل هتفكر تستمر مع البنك الاهلي؟ هتفكر تروح لنادي تاني؟ لسه عندك امل في نادي من نادي صاحب الجماهير الشعبيه؟ والله كابتن هي حسب الظروف، هي الظروف هي اللي بتحكم. انا بعمل اللي عليا، لسه الخطوه اللي قدام دي شويه يعني. لسه انا قدامي تحدي في البنك 6 شهور دول. نعم. ان انا ارجع نفسي، بعد كده بقى 6 شهور تخلص افكر انا هعمل ايه يعني. لكن مش هينفع افكر من دلوقتي اقول ان انا لازم هعمل ايه بعد كده، لا ابص اللي معايا دلوقتي، وبعد كده ان شاء الله بعد 6 شهور ربنا يقدم اللي فيه الخير. كريم، احساسي بوجودك في الاسماعيلي كنت منور وملعلع، ده احساسي، كلامي صح ولا غلط؟ طبعا. الاسماعيلي ضاف لي كتير، رجعني تاني بعد اصابه. ضاف لي كتير جدا جدا جدا، وانا كنت يعني انا اساسا كنت هجدد كمان. بس كان نفسي اجدد في الاسماعيلي. يعني انا كان نفسي اجدد في الاسماعيلي قبل، كنت رافض اي مفاوضات، بس الفكره في حاجات معينه كده ما كانتش ماشيه معايا. وكان 3 سنين اللي كنت قاعدهم حصل مشاكل معايا جامده جدا، ما كنتش مش حابب اتكلم فيها. فخفت يحصل معايا تاني. يعني خفت يحصل معايا نفس اللي حصل معايا 3 سنين. بس انا كان نفسي افضل في الاسماعيلي يعني. كانت بس هي الفكره حاجات معينه كده حصلت يعني، ما كانش ينفع ان انا اقعد. لا ما اقدرش يعني، طالما ما بتحبش تتكلم فيها ما بحبش انه ده يحصل. لا هي بص حاجات ماديه وحاجات معنويه وحاجات كتير جدا. فهي الفكره انا كنت حابب ان انا اقعد. وفضلت شهر كامل مستني ان انا اقعد اجدد وكده في الاسماعيلي يعني. كنت رافض يعني، كنت كل ما حد يكلمني لا انا هجدد في الاسماعيلي، هجدد. فكنت مستني وعود معينه تحصل، ما حصلتش. طيب وبعد كده حاجات حصلت، مشاكل تانيه كتير. الزمالك الزمالك مين المدرب اللي كنت مرتاح معاه؟ الزمالك ما فيش، انا ما لعبتش معاهم اصلا، ما لعبتش في الزمالك اصلا يعني. هم مدربين كلهم كويسين محترمين، بس الفكره اللي كان اول ما يعني كل مدرب يجي يتكلم معايا يقول انت بتتمرن كويس، انت بتأدي كويس، بس الظروف المعينه، الظروف، اللعيبه اللي بتلعب في مكانك ماشيين كويس. فمش حاضر اغيرهم. كل كان بيجي يتكلم بيتكلم على كده. امال انت كنت انضميت بناء على طلب مين؟ جهاز فني ولا بناء على طلب مين؟ لا انا انضميت عن طريق مستر امين مرتضى منصور. هو اللي كلمني وبناء على كده رحت. بس هو الوحيد اللي كان اداني فرصه في الزمالك. ايوه كابتن طارق يحيى يعني، الوحيد لو كان فضل كان هيديني. غير كده بقى ما سواء مع كارتيرون، ميتشو يعني. ميتشو لعبت معاه، لعبت معاه ماتش.
بعد كده لقيت نفسي بره سكور، لعبت ماتش كويس جدا. اول ماتش لعبت جبت فيه جون، كان ماتش افريقيا مع كابتن طارق يحيى، تاني ماتش لعبت اساسي لقيت خرجني بين الشوطين، بعد كده ما لعبتش معاه خالص. لعبت معاه حوالي 6 ماتشات وديه، جاي فيهم مثلا حوالي 10 تجوان. برضو ما فيش. كارترون جه اول ما جه لعبت معاه اول ماتش ودي عشان اشوف اللعيبه، جبت فيه 3 تجوان. بعد كده قال لي جاي انت ازاي ما بتلعبش، ازاي موجود بره، ازاي مش عارف ايه الكلام ده. فقلت اكيد هيديني فرصه. لعبت معاه تاني ماتش، اول ماتش لعبت معاه بس جاب جون كويس، جبت تغيير 10 دقايق، كنا خسرانين 3-1 من الجيش. جبت جون، وبعد كده جبت جون اتحسب اوفسايد. بعد كده لعبت ماتش سموحه، نزلت 10 دقايق عملت كور كتير. بعد كده لقيت نفسي بره خالص من غير سبب. لعبت ماتشات وديه معاه، بقيت اجيب جوان، فما اعرفش المشكله فين. جه مستر باتشيكو، جه في ايام صعبه بصراحه. كان فما كانش ينفع ان هو يدي لعيبه. نعم. اجي كان بطوله افريقيا، كان جه مثلا حوالي كان باقي كام ماتش بطوله افريقيا، ما كانش ينفع هو يجرب لعيبه. نعم. فكنت اعذره. بس في السنه دي، السنه الجديده، لقيت نفسي برده بعيد شويه. فاتكلمت انا مع مستر باتشيكو، قلت له انا ان انا ممكن اخرج وكده، وهو راجل رحب معايا يعني صراحه. نعم. وبحترمه يعني. شايف الروح السنه دي في الزمالك غير يا كريم، والزمالك مؤهل انه يفوز ببطوله الدوري؟ جدا يا كابتن، يعني اللعيبه كلها مركزه. يعني السنه اللي فاتت، يعني السنه دي غير السنه اللي فاتت. في ايه بقى؟ لا، اللعيبه السنه دي مركزه جامد قوي ان هي تاخد بطوله الدوري، مركزه جامد جدا. من اول ماتش وهم مركزين، بياخدوا ماتش بماتش ماتش بماتش. بيكسبوا الماتش كانهم ما كسبوش. يعني بيفكروا في الماتش اللي بعده، وبيفكروا الماتش اللي بعده. مش مهم اداء، مش مهم اي حاجه، بس اهم حاجه 3 بونت. يعني بالنسبه للعيبه، اللعيبه مركزه جامد جدا. كابتن عبد الحليم علي بشكره جدا، هو كابتن اشرف قاسم، موفرين للعيبه كل حاجه، ناس محترمه جدا جدا جدا. فواقفين جنب اللعيبه في كل خطوه، بيتكلموا مع اللعيبه على طول، قافلين على نفسهم في حاجات كتير جدا مهما حصل، قافلين على نفسهم برضه. فالسنه دي غير يعني. بشكرك يا كريم، وبتمنى لك كل التوفيق مع نادي محترم زي نادي البنك الاهلي، بمدرب محترم، باداره محترمه، وانت لعيب عندك الموهبه وقادر على اثبات نفسك باذن الله. كريم بامبو، لاعب نادي الزمالك المعار الى نادي